الخبر تلقيته كي اي واحد تتلقى الوفاة ديال الاب ديالو، فالله يرحمه والله يوسع عليه. من هذا المنبر هذا تنبغي نشكر كاع الناس اللي اتصلوا بيا واللي ما استطعتش باش نجاوب ولا على يعني في تطبيق الواتساب ولا في الهاتف، حكم الكل تعرف على ان واحد ما صعيب يجاوب كل شيء، فتنشكرهم ونقول لهم شكرا ويسمحوا لي الا ما جاوبتهمش. هادشي اللي كاين. الاب ديالي كان عنده مرض ديال القلب والطونسيون والسكر، والحمد لله مولاه بغاه جات الاجل وفى الاجل ديالو. الامس توفى، انا كنت في البرتغال فتلقيت الخبر وشديت الطياره ويلا التحقت يعني الصباح، والحمد لله استطعت باش ندفنه الصباح. دفنته في الرحمه مع الساعه 11 بعد دفنه. وراه قلت لك في الاول راه شكرت، قلت لك تنشكر كل من اتصل بيا وكل من صيفط لي رساله يعني مكتوبه، ما استطعتش باش نجاوبهم لا من اللاعبين لا من الجماهير لا من المسؤولين. يعني الحمد لله حب ديال الناس ويعني وما نقدرش نعبر على يعني اثرت بلاصتو بقات اثرت الحال، بحكم ان الاب ديالي كان هو المرافق لي. الحمد لله والاب ديالي كان هو اللي مرافق لي طالت يعني المشوار الكره الحمد لله. ولله باخت الله سبحانه وتعالى بغاه في هذا الشهر المبارك، نتمنى له المغفره والرحمه. راه ما فات شهر عظيم اخويا نازل والله يرحمه يعني سادتك والله يعطيك الرضا ديالو ان شاء الله. اللهم امين الله يرحمه.